السلام عليكم. كنشكر الصحافة، كنشكرهم بزاف. أنا جيت من الحسيمة على حساب ولدي، راه طاح لي على البال على واحد جريف، داو لي لوبيتال ديال الحسيمة. منين دانوني تما خلاني تما حتى للصباح، قال لي راه في الصباح تمشي في واحد لابيلونس نسيفطو كان تطوان. منين فقت في الصباح كيقول لي راه كتمشي في الطاكس، راه لابيلونس ما كايناش. قال لا لابيلونس ما كاينش، ما كاينش الشيفور ديالها. منين جيت لهنا دخلت لداخل، قالوا لي طلع الفوق راه القاعة الأولى. منين طلعت الفوق قال لي تهود عن المستعجلات. منين هوت المستعجلات دخلوني لداخل، أعطاني واحد الورقة قال لي وين سيت تغدى في الصباح واج. قلت له علاش؟ راه عندي الدري الصغير راه مهرس من البارح. قال لي راه الدكتور ما كاينش. واش هاد لوبيتال؟ هاد لوبيتال اللي كبيرة فيها ما فيش حتى واحد الدكتور، ماشي حشومة، عيب. وعارفين غادي يمشيو هاد الناس كاملين، شكون اللي غادي يداوينا حنا؟ وحنا يا كبارين ولا كاين يشوف هاد الناس اللي كاينين زاد صغارين؟ شوف هذيك الدري اللي صغير مسكين، اما حنا راه ندوزوها كيما كنا. والله ما هذا منكر، وكنشكر الاذاعه. قال لي سيت بات في الشارع ولا شوف شي موطا ولا، قال لك راه السبيطار عامره، ولكن السبيطار خاويه، راه كاين ناموسيات شحال من واحد تما، راه كاين ديال الناموسيات خاويين. وانا سيرتوني راه نبات غير في الشارع، فين غادي نبات؟ انا من الحسيمه ما عندي هنايا حتى شي واحد هنايا في تطوان، غير الكاشا كنديع معايا والخبز. بحال الا واحد فينا كيشوف، الا شافني شي واحد يقول لي راه هذيك مسطي، ولا يقول لي راه هذيك الدري ماشي ديالو، راه سرقيهم شي موطا. والله ما هذا منكر، وكنشكر الاذاعه ديال التهريسه. شنو عنده التهريسه؟ ها؟ شنو التهريسه اللي عنده؟ عنده التهريسه في الكتاف، عنده ثلاثه ديال التهريسات. وراه كاين عندي القانون ديالو ديال الدكتور اللي منين اللي عطاو لي في الحسيمه كاملين. وهذا الشيء اللي كان. والسلام عليكم. وعليكم، معكم عماد المسا. انا مواطن مغربي، جيت باش ندوز على عيني. هذه ثلاثه ساعات باش قبضت تيكي. ملي كان ساقسي سيكوريتيس ولا تما اللي في اداره، كيقول لك طبيبه واحده ما كايناش، مشات ايرجو. وتما ما يقارب واحد 40 سنه الرمل ياك، سيدنا الله ينصرو. ملي كان ساقسي سيكوريتي وهادي، واش حنا ما ندخلوش ولا هادي؟ وكاين ناس كثر مني، الاطفال، الناس كبارين، حاله حرجه. قال لك كاينه دكتوره واحده، كيفاش يعقل دكتوره واحده؟ كيف يعقل ان دكتوره واحده دوز امه ديال الناس؟ راه والو يقارب تما واحد 50 ديال الناس كتستنى. وملي كنسقسيهم كيقول لك لا راه ما كايناش، راه مشات هذه. والو والو، خصهم يكونوا واحد 4 5 ديال الدكاتره ولا الاطباء يكونوا كيستقبلوا المواطنين. راه المواطنين ضايعين داخل، راه مقبره هذه ماشي ثانيه د الرمل. وانا النداء ديالي كنوزون وزاره الصحه والمسؤولين ديال البلاد هذه يشوفوا لنا شي حال ويكثروا لنا الاطباء، راه الناس كتضيع هنايا والناس كتموت. انا جيت على عيني، راه مستعجله كيتسمى، عيني صبحات حمراء وكتحرق وكتدمع. قلت زعما جينا لسبيطار الدوله، دابا انا جعلوني نمشي لسبيطار الفلوس، دابا انا لقيتوني ما نمشي بحالي صافي. عييت لان شفت الحالات كثر مني تما، قلت كيفاش راه الحالات كثر مني وما دوزوهمش فعلي هذا، انا عيني نمشي ندوز عليها في الطبيب الفلوس. انا جيت ديال الدوله ولكن غالب الله ما كاينش. انا كنوجه الرساله ديالي لوزير الصحه، كثروا الاطباء وكثروا في العلاجات، راه الناس ضايعه هنايا، راه وحده ما كافياش. وقال لك مشات المستعجلات، واذا من هي مشات المستعجلات ديك الناس اللي دابا كاينين داخل، شكون اللي غيدوز لهم؟ بقاو كيستناو واحد كيحرقوا واحد مراجل كبير يا خويا، عائله صغيره كتبكي. هادشي ماشي كنقولوا زعما كنكذبوا ولا هادي، راه دخلوا دابا سبيطار ما يقارب 40 واحد كيستناو طبيبه واحده. كيف يعقل سبيطار قداش نواف في المستعجلات كيستناو طبيبه واحده؟ راه لا حول ولا قوة الا بالله. حنا كنتمنى من هاد المسؤولين تكون واحد الرقابة، ويجي شي مسؤول غير راقب بعدك ويشوف هاد الحالة اللي كنعيشوها داخل، حالة مزرية.